الطلبة والطالبات. كل مكونات المعهد العالي للصحافة والاتصال من إداريين أساتذة وطلبة يتشرفون اليوم بحضور السيد سعيد حسبان بعد الإنجاز المهم بلقب الثامن بكأس العرش واللي عزز خزينة نادي في ظل الأزمة اللي كي مر منها هذا الفريق العريق. هذا الإنجاز من طبيعة الحال ساهموا فيه مجموعة من مكونات ديال نادي الرجاء البيضاوي، منهم السيد الرئيس سعيد حسبان، لاعبين، الطاقم التقني والطاقم الإداري. ما علينا اليوم إلا نهنئهم على هذه المجهودات الجبارة اللي قاموا بها. باسم جميع الأطر المعهد العالي للصحافة والاتصال مرة أخرى أهنئ جميع مكونات نادي الرجاء البيضاوي وجمهور وعائلة الرجاء البيضاوي، وشكرا. أنا لست بساحر، لست بعالم، بل جينا بواحد استراتيجية وآمنت بها وخدمت في صمت حتى الخرجات الإعلامية ديالي وخذوني الإخوان الصحفيين ما كنخرجش بزاف، لأنه لوسكو أنا جيتودي هاد لا كومونيكاسيون بأن طرو دو كومونيكاسيون تيب il faut sortir au bon moment et au moment opportun. Il faut choisir le timing ديال الخرجات الإعلامية. وقتاش تخرج؟ لأن لو بغينا كل مرة فيما غادي في الطوبي كنسمعوا شي واحد في الراديو كيهضر ولا في شي اجتماع كيدير خصنا نزوب التليفون نعيطوا ولا ما يمكنش. هنا كتمشي الهيبة ديال الفريق، كتمشي الهيبة ديال الرئيس وكون باناليزيو لي ديبا. قلت لك السيد الرئيس بأن مع الطلبة ناقشنا الحضور ديالك اللي هو غيكون مناسبة لطرح الأسئلة وأخذ النقاط